الناس اللي كتجي لعندي على مشاكل الخلع، مشاكل القولون، يعني الخلعه كتجي فم المعده. شحال من وحده كتصل بيا مسكينه، وكنتاسف الناس اللي كيتصلوا بيا من بعاد وما تلقاونيش حداهم. اللي حداهم راه كيجي لعندي ان شاء الله اللي قراب. المهم هاد النقطه هذه، هنا كنديروا الموقصه وهنا كنديروا باذن الله الحجامه. المهم ان شاء الله غنشعلوا الموقصه، خليكم معايا ان شاء الله حتى الاخير، وما تنساوش اختكم ناعمه من لي لايك. جزاكم الله الف خير. والله احنا كان في سبيل الله كنشارك معاكم الفيديوهات، والله ما كنتخلصوا من اليوتيوب. الناس اللي عارفين اليوتيوب ان الدولار طايح، والله الا داك الشهر وهذا الشهر ما كاين حتى شي حاجه. وزيدون في سبيل الله، انتم معايا دائما كنشارك معاكم. الموقصة رحمة، المهم تبعوا لي الفيديو حتى الاخر. علاش؟ باش نوريكم كيفاش طريقة المسيد، لان اللي كاين اللي بعيد كيتصلوا بيا الناس من الرباط، من فاس، من مكناس، من الشمال. تحية لكم جميعا، تحية لكم فين ما كنتم، ولكن كيبقى فيا الحال اللي بعيد. المهم غنوريكم طريقة المسيد الكريشة وطريقة المسيد. هنا كنديروا الموقصة، وهنا غنديروا ان شاء الله طريقه التدليك او المسيد، وغنديروا الحجامه. انا غندير البنيه حجامه ناشفه، ما يمكنش ندير لها حجامه دمويه لان مازالها صغيره، والحمد لله الخلعه بسيطه. الوليدات الصغار ما كنديروش لهم حجامه رطبه، يعني كنديرهم غير التدليك والحجامه ناشفه ان شاء الله. وهذا البخار هذا راه مزيان مخير، تقدروا تحطوا يديكم هكا، تقدروا نشدوا بحال هكا حتى كتكمل لينا الموقصه. المهم تبعوا معايا ان شاء الله، خليكم معايا ما تمشوا فينا بنات خالتي. اهلا وسهلا، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المهم اليوم ان شاء الله غندير التدليك هنا فهاد النقطه هذه مهمه. هانتوما الابهام والسبابه، كنضغطوا هنا فواحد البلاصه. هنا كاين اللي كنلقاو عنده غليظ تيكون قديم، وكاين اللي تيكون عنده عاد مبتدئ. بالنسبه للوليدات اللي تيكون من فوق 7 سنوات، 5 سنوات، وحتى 14 عام، راه من المستحيل تكون قديمه الخلعه. كاين اللي كيتخلع مسكين على حسب الظروف، على حسب كيتخلع بالليل، كيتخلع بالنهار، كيتخلع من يعني كله الطريقه ديالو. كاين سبحان الله العظيم اللي تيكون هكاك من عند الله خفيف دغيا تيتخلع، وكاين الوليدات اللي تيكونوا قاصحين سبحان الله العظيم. المهم غنديروا له واحد التدليك على الكريشه. علاش؟ الناس اللي بعاد يتصلوا باختي نعيمه وتنقول لهم راني في اليوسفيه، تيكونوا بعاد. المهم هنا غنديروا التدليك، وغنديروا في اليد اليمنى واليسرى، وغنخدموا الموقصه، وغنديروا الحجامه الدمويه، ولكن البنيه انا غنديرها ناشفه حيت الدراري الصغار ما غنحتاجوش ليهم هنايا، غير الكبار تكون عنده الخلعه قديمه تربات معاه من الصغر. ردوا البال لوليداتكم اللي تيتقفز لك بالليل، تتكون ناعسه كي مسكين كيتهز من بلاصتو، تيجي من راسه يقول راني كنخاف، تيخاف من الليل، تيخاف من النهار، تيخاف من الاستاذ. تحيه الاساتذه. غير كاين اللي هكاك تيكون تيخاف، هو عارف الجواب ما شاء الله، ولكن مسكين تتسبق له الخلعه. طريقه خدمه معكم، خدمه مع وليدكم، خدمه انتوما، راه كلشي الله كاين على الجميع، راه ما كاينش غير عند المعالج. ديروا النيه وان شاء الله يكون الخير. المهم دخلوا القناه الثانيه ناعمه مولاتي، الله يجازيكم بالخير والاحسان، نكملوا 1000 مشترك. علاش؟ احنا كنخلو احتياطي وصافي، ما تعرف. المهم نبقى معاكم ان شاء الله باش ما نغبرش عليكم، خليكم معايا. هانتوما الاخوان، عندنا بوم زوي هو هذا، كنحطوا يدينا هنا مي تنحسوا القلب راه بوم زوي. غنجي لهنا لان بزاف الناس يتصلوا بيا على مشكل القولون وعلى بومزوي وعلى الخلعه. الخلعه غندير واحد الكاس ناشف هنا باذن الله. ودائما شاركت معكم الكؤوس، راه كيتباعوا والحمد لله. انا غنوريهم لكم، هادو هما الكؤوس الحجامه الاسلاميه او لا. هانتوما هادو يقدروا يكونوا عندكم، كنستعملوها ماشي كاين الحجامه، كاين لاباري والكؤوس اللي كنعملوها الدمويه، وكاين هذه كمساج. هانتوما هذيك فردوا البالات خسر لكم هنا، خليوها شتو. هانتوما هذه نقدروا نعملوها الموقصه. ناخذ معكم هذا دابا اللي عنده الخلعه. علاش انا قلت لكم خص يكونوا عندكم هادو؟ دابا راه تزادوا من 40 درهم، 25 درهم، ولاو ب50 درهم. فيها هادو زويونين كنعملوهم الخلعه، هاد الحجم هذا كنعملوهم من الصغيورين كنعملوهم الخلعه. وهادو راه احجام كيبقى، هادو كيبقاو عندكم حجامه ناشفه، تقدروا تغسلوهم وتردوهم، ماشي بحال الحجامه الدمويه. الحجامه الدمويه صافي
كي كينخرج الدم هذا ما كيبقاش للاستعمال، صافي كيبقى لصاحب الشخص يعني ديالو. اللي قالت المشرط كيترماو. حنا كندوي دابا على الحجامه الناشفه. من يكونوا عندكم هاد لاباراي هادو عادي، هانتوما الشفطه الاولى الثانيه الله يجعل البركه، فهمتوني؟ دابا انا فقط للشرح، هانتوما اخوتي شتو، شوفوا الحجم شحال هزيت. نعاود معاكم الطريقه سهله، شتو هادي باش كننفسوا ديك الكتله اللي كاينه هنا او الفقصه او الفكره سهله. كنشارك معكم اخوتي كاع اللي ينفعكم، علاش كيبقاو فيا الناس هانتوما يعني غير بشويه هانتوما شد. هادي كتسمى الحجامه الناشفه، يعني هكا ثابته. امتى كيديرها الشخص؟ كيديرها 3 ايام قبل الافطار، كي في الصباح كيعمل واحد الحركات بزيت الزيتون هنايا باش كنحاولوا، ولا كنديروا على الكريشه كامله باش كننفسوا الجهاز الهضمي وكنخلوا الدوره الدمويه تنشط وحتى الدم كيدور والهواء. ما علينا، ملي كنساليو كنحطوا الكاس هنا هانتوما هاد الضليعات. وبعض المرات كيكونوا الضليعات مغوصين، بعض المرات كيكونوا الضليعات مغوصين، داكشي علاش كنقول للشخص قبل ما تفطر انا نشد في شي حاجه بحال الرياضه، يعني كنشد في الباب. هانتوما انا غنفهمكم هنا مشكل ديال الضليعات، ها تيتغوصوا، كنقولوا الضليعات كيتغوصوا تيدخلوا لينا في القفص هنا في الجهاز الهضمي، تيديروا لنا واحد الضيق. بعض المرات ما تكونش عندك الخلعه، تيكون عندك المشكل دائما شد في واحد الباب ونتجبد باش حتى الضليعات يتجبدوا ويعطينا جهاز هضمي يوسع. خليكم معايا ان شاء الله، فهمتوني؟ دائما نشد في الباب، نعمل واحد الحركه نجبد في الباب مزيان باش حتى الضليعات يتحلوا ليا، وهكذا حتى الجهاز الهضمي كيوسع شويه وكيعود الانسان ياكل. الناس اللي ما كتاكلش الخلعه اخوتي خصكم تعرفوا شنو هي الخلعه، راه كاين اللي ما عندوش الخلعه كيكون عنده اما المصران مزموت ولا الحريق ولا عنده مشكل القبض، وتجي واحد الزمته تيقول لك الخلعه. ما علينا، ملي غنساليو من هذا المساج هذا صافي سالينا. بعض المرات كضطر الامر اننا نعملوا واحد الكاس حجامه هنا وفي اليد. دابا سالينا من المساج غنساليو هذا، نقدروا نغسلوه ونردوه لبلاصتو لان حجامه ناشفه الحمد لله. يبقى عندك في الدار مساج تدليك نجبدوا به الرجيلات اللي عنده العيال اللي عنده مشاكل في الساقين. صافي هانتوما سالينا، دابا في غندوزو دابا المساج اليد. دابا ملي سالينا من المساج على فم المعده غندوزو هنا اي زيت، انا عندي هنا زيت الاعشاب، تقدروا نتوما زيت الزيتون او اي كريم المساج، غنخدمو بحال هكا. راه واخا تحسوا بالالام عادي جدا، هاد المساج هذا اللي بحثتو عليه غتلقاوه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. ونمشي بشويه ونمشي لليد الاخرى تاني، هذه نقطة مهمة، وكاينة حتى في الأرجل يعني فوق الأرجل. ملي كنساليو غتقولي اختي نعمة شحال غادي ندلك، غنقول لك تقدري تدلكي تر 5 دقائق في هاد اليد وفي هاد اليد. صافي سالينا، وكاين اللي تيقطعو سبحان الله تاني إلا كان قدام تنقطعو حتى من هاد بلاصة العرق، لأنه هو عرق هذا مزيان البومزوي مزيان حتى الخلع. صافي ملي سالينا غنديرو الحجامة الدموية، ولكن أنا ما غنحجمش البنية فقط للشرح. غندير هنا حجامه دمويه، هنا كاين كؤوس اصغر من هذه، انايا ما بقاوش عندي خصني ناخذهم فقط. انا غنشرح لكم كاين كؤوس صغيره على حسب كل واحد، حتى ما كتشديناش بزاف، هنا تكون هذه الفتيحه هذه ما كتشديناش، كنمشيو معاها غير بشوي بشوي. غنشوفوا كاس صغير، هذا كبير. هانتوما اخوتي الكاس قداش اللي خصو يكون، يعني على حسب كل واحد ويدو. كي اللي يدوك عامره كناخذو داك الكاس اللي ولي شاركت معكم فيه. هذا ساهل شتو، غادي غير غادي يلصق. هانتوما نمشيو معاه غير بشوي بشوي، لان كتكون الفتيحه ديال اليد هنا هاد البلاصه ما كنحتاجوش الا شرطه او شرطتين، لان صغيره الحجم شتو، حتى ل3 شرطات كتكون مزيانه. صافي هنا كنتخلصوا من، انا غير شاركت معكم لان البنيه ما محتاجاش شريط. هنا غنخدموا المقص ريت اخرى، كنمسحوها من الزيت باش تلصق لنا الموقصه. راه دائما كنشارك معكم بحال هذه الطريقه، هاد دائما كنشارك معكم
كنا انتم هذه راه باقا قابضه شتوه. صافي كنخلوها واحد اقل من 5 دقائق، كنعقموا المكان. صافي هنا نرجعوا تاني للموكسه. الموكسه خوتي رحمه، كتنشط الدوره الدمويه وكتعالج بزاف المشاكل. على فكره دابا نشارك معكم مشاكل الحكه او مشاكل جلديه انتوما. مبقاتش عندي الموكسه، لا غنتقداها وغنخليوها هكذا تقبط لينا في اليد. نعاودو نزيدو نشعلو النار. صافي ها هي خدامة، شتوها البخار بدا كيخرج. نخليوها حتى كتسالي لينا. فايت مشاركه معكم الناس اللي عندهم مشاكل المفاصل، اللي عندهم بحال دابا مثلا التواء لايد او لا الالام في المفاصل، راه فايت مشاركه معكم. كنت عملتها البنيه هنا انتم. البخار هذا هو الكي الغير المباشر. هاد الموكس هذه كنعملوها حتى لطاني الاذن، بحال بحال الكاس اللي وريتكم مثلا. الا طاحت لينا هذه مثلا راه ما كنرميوهاش، كنخليوها كما قلت لكم اخوتي حتى لطاني الاذن. مثلا الكأس اللي تخسر لينا ليه عندنا هذه اللي طاحت ما كنرميوهاش. نوريكم باش نكملو بيها. كنديرو هذه مثلا هنا وكنعملوها لطاني الاذن. راني فايت مشاركه معكم، دابا نشاركه مع اخوتي هانتوما. نتسناو حتى كتكمل لينا هذه. هنا سارينا عملنا حجامه دمويه، انا فقط للشرح، حنا درت غنعش في البنيه. هنا كنديروا شرطتان او 3 اشرط على حساب، على حساب كل واحد ويدو. كاين اللي يدو عامره ما شاء الله كندير وحده كبيره، وهنايا سهله. الشخص اللي غنعملوا ليه هذيك كنجي عندنا 3 ايام، كنخدموا لي 3 ايام بواحد الثمن اللي مناسب. مرحبا بكم اللي بغيتي يجي عندي، مرحبا مرحبا. كنخدموا بثمن مناسب، راه زعما الله يحسن العون وصافي. حتى حنا نتمنوا شفاء المسلمين كاملين. الفلوس راه ماشي هي كل شيء. هذا البخار هذا اللي كتشوفوا فيه راه عباره عن شيح، هذه هي الموقصه. صافي هكا ماشي كنخدموا 3 ايام بهذه الطريقه، لا كنديروا يومان بالمسيد، طريقه المسيد على الكريشه. النهار الثالث كنخدموها الطريقه هذه وكنخدموها بالحجامه. صافي الشخص كيمشي مرتاح، وكنعطيوه شنو ياكل شنو ما ياكلش. كنعطيوه وصفات اللي كتكون طبيعيه، كيتقدا بوحديتو وكيمشي يطحنها على يديه باش كيعرف اش كياكل. فهمتوني؟ ما عمركم تشوفوا شي حاجه مخلطه كيقول لك اكسر سفها، لا نعطيكم شي حاجه اللي تمشيو تعزلوها بوحديتكم وتعرفوها. حتى الا بغيتو تحتاجوها واحد الوقت راه كتبان ليكم بالغرام وبالقياس وشحال من مره. هادشي اللي كاين اخوتي، عافانا وعافاكم الله، ونتمنى لكم التيسير. ودوزوا عندي القناه نكملوا الشرط الاول. الله يجزيكم بالخير، مع السلامه.